السلام عليكم، ولأول مرة في القناة يا جماعة الخير ماينكرافت وان بلوك. او ماي جاد، واو. لهذا انا بحاجة شخص يعرف لماينكرافت جيدا نوعا ما، لهذا احضرت اخي اسامة الذي شاركني في العديد من المقاطع في فيفا. راح يلعب معايا ماينكرافت وان بلوك. يلا بينا، ليتس جو يا حبيبي، ليتس جو. حرز الطيح. أيه. إذا يا جماعة الخير سنكمل بدونه. يلا بسم الله. هكذا وسع المنطقة، وسع وسع وأنا أحفر. أوه خنزي. أوكي كين ماكي. صح عندي شجرة نغرسها. خلينا حتى نكبروا ذل. خنازير كثروا علينا الخنازير. لا معليش ناكلوهم، خليهم ما تقتلهم. تاكلهم حرام عليك. قاعد ما يتفجعوا. الله بقرة. نجي بعد تفكر. عندك الحرزة يطيح. خليني نوسع في المنطقة. اعطيني العشب، اعطيني. اوه خروف. فيها زحمة هنا يا أسامة، دير صور باش نبلعو على الحيوان. شكتت. واو خنزير هذا، دير صور. بصح هذوك يطيحو لنا منا. والله ينور عليك. آمين. صنعلي مجرفة، صنعلي مجرفة. A few moments later. سيسات المنطقة صح. خايف يطلع لي زومبي ولا كريبر. الدجاجة تحبني واقيلا. شحال العدد التنازلي؟ هذي كي طلع يعني راه تطور كشغل. كي دخلنا في العصر الحجري، لازمنا فرن. والله. صنعت فرن. طلع لكش الفحم، طلع لكش. شوف الصندوق. عندك حساسية ضد البقر ولا الخنازير؟ ميلاني احنا. موت موت موت. لا ادخلي. هبل هبل هبل. ادخل موت. ماش ادخل. العصا ديما العصا. باي هفقري تاني. لا كان طيب. كان فحم. حبة برك. لا تبحث عن المفقود حتى لا تفقد الموجود. اي علي بالك عندي ربع قلوبة. انت وقفت امام ارنب. يوغي يوغي يوغي. اخرجوا علي. ان شاء الله ما يطلع لنا كريبر. A few moments later. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلايس. عدت لكم بحلقة جديدة. ايه واش راك دير؟ هي جا كاش وحش ولا غادي فرجها كاع البلاصه. ايه سقط. راك مت. قبرك الراجل. والله يا رايح بدي كنت ناس بلاح. هذيك جات تبكي عندك. ماتت ماتت. بعد الصندوق، الصندوق بعده. لا 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 لا. الحمد لله مرت على خير مجددا. صنعني معول، صنعني معول. لا 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 صامة. طبعا ما يطلع لي اندرمان. فجر بعيد. بدا العد التنازلي. العصر الجليدي الان يا جماعة الخير. ذئب ذئب. ما عندكش الأضم؟ لا. كريبر يخاف من الذئب. يا حي. ايوه اقتلوني. يلا يلا روح موت. يا حي. الحمد لله قتلوني غير هنا. يا متنا حدا بعض. الله يرحمك.
عندي عظم. عندك العظم؟ عندي. تركت عليه باليمنى. زيد. طيب جمع نوط جمع نوط جمع. برضه في الصنع. خرح. عندك عندك. لا سني. ذهب أسامة خام ذهب. شو هذا؟ شو هذا؟ يا الله انتحر. يا كبرتها. واو. اي عندك تن الدجاج. على دخلت على. هو نقز هو نقز. ها راه يكسر فيا. اشد كلبك. تضربته اوكي. اصنادي اكسو معول اصنادي. ودب خليه خليه معليش. كاين بيدو تاع ماء. بن عمي راك ميت في كل بلاصه. ميت هنا وهنا الفوق هنايا. لا حول ولا قوه الا بالله. وش روى؟ سمعني. شاهد. شو اسرى؟ يعني كان عندي الدلو تاع الماء. هي لا ها ها وجا ها في قبري. ها سؤال حكرم في القبر أسامة. بصح ها والله ها هم. هذا قبري. هذا قبرك. ياه غلط. معليش معليش. لا راح. يا ربي يطلع لي فيديو تاع ما يا رب. ايوه ها شوف عندك هاي هاي عندك يعني قتل لنا كلش اللي كانت هنا ورا الاعدام. ارجع ارجع ارجع. ايبكي هاي 20 هذا. لا ما تاكلهاش هذه. هذا طيبها طيبها. ايوه عيب عليك والله. لا عيب عليك. دجاج مطبوخ حمى شويه. كاش ذيب واحد اخر. ني جبت الماء الجليد هذا. إذن يا جماعة الخير وصلنا إلى هذه المرحلة مثل ما تشاهدون. وهنا أسامة يعمل حاليا. سأتركه وأذهب للاستحمام. لديه كلبه الخاص. أنا مات لي كلبان أو ثلاثة. هذه هي الغرفة التي نقوم باستخراج منها كل الموارد. وهذا هو الفرن وهذه هي كل الأشياء. الآن لازم علينا الرب خرفان يا جماعة الخير. لدينا خنزير واحد فقط للأسف. أي قتلته سلحفات. إذا جماعة الخير نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام. كول كول.